اهلا وسهلا بحبايبنا بكل مكان، حبايبي متابعي قناتنا، ان شاء الله تكونون بالف خير وصحه وسلامه، وان شاء الله تمر هذه الازمه على كل الناس اللي نحبهم بكل مكان بصحه وسلامه، وتعبر ان شاء الله بردا وسلاما على كل الناس. اليوم راح نحكي لكم عن موضوع الصوره الاستعاريه في شعر يحيى السماوي. طبعا يحيى السماوي توقفنا عنده بحلقة ماضية في موضوع يتناول القصيدة، الرمز في القصيدة السياسية. اللي ما شاف الحلقة يرجع للقناة ويشوفها، موجودة على القناة، راح أخلي لكم إياها أيضا بصندوق الوصف. يحيى السماوي شاعر غني عن التعريف، واللي ما يعرف يحيى السماوي هو من أهم رواد الشعر العراقي المعاصر. وطبعا باسم يحيى السماوي أكو شارع كامل بالسماوة تحت اسم هذا الشاعر. طبعا هذه حفاوة من محافظة السماوة تشكر، يعني نشكرها ونتمنى أنه تحذو بقية المحافظات، حذو هذه المحافظة اللي كرمت الشاعر بوجود شارع باسمه. وهذا مو جديد، يعني احنا هسه مثلا ببوسطن أكو شارع همنكوي، وأسماء المبدعين والأدباء متناثرة هنا وهناك لتخليد ذكراهم، فلا بأس أن نخلد ذكرى الشاعر بوجوده. ماكو داعي بعد ما يغادر الحياة نخلي له تمثال ونسوي له مهرجان باسمه ونسوي له هو بحياته بالعراقي فصيح ملطلط. يعني هذه نقطة أريد أشير لها وأذكر بيها. بالنسبة لقصيدة اليوم، هي اخترت لكم قصيدة عيناي نائمتان لكن النوافذ ساهرة. سافرت وحدي حاملا بعضي معي، وتركت بعضي في ملاذك لا إذا، خوفا علي من احتمال لا رجوع إلى ظلالك. فالطريق معبد بالجمر ترقبه الطباع، وما تبقى من سلالة أخوة الصديق يوسف والذئاب الغادرة. أوكلت أمر سفينتي للموج والريح الغضوب وللدجى، عيناي نائمتان لكن النوافذ ساهرة. إلا انتصاري حين يقتلني هواك، فألتقيك على سرير من زهور التين والريحان يوم الآخرة. لملمت أطراف اللذائذ والمسرات الجمال بعيدها وقريبها ودنيئها والطاهرة. أنقذتني من شر نفسي فانقذيك الآن مني، رب مأسور أثيم يدخل الفردوس طفلا حين يعبد آسرة. الأمس ولى أشمسي للمستجير بنور عشقك كهف غربته ليبصر حاضرة. انتهت القصيدة، والآن سأتوقف عند شذرتين شعريتين فقط في هذه القصيدة حتى لا أطيل عليكم. الشذرة الأولى هي الاستهلالة، واللي تتكثف بها دلالة الاغتراب النفسي وفكرة الاغتراب المكاني. ونشاهد على مرايا الشذرة الأولى حركة الذات الساردة داخل النص، من الأمكنة الحميمة إلى الأمكنة الغريبة إلى الأمكنة المعادية. هي ليست بالضبط معادية، ولكن أمكنة غريبة، من مكان أليف إلى مكان غريب. يعني سافرت وحدي حاملا بعضي معي، استخدم هذه الصورة الاستعارية المكنية حتى يكثف إشارة التشظي الداخلي، التشظي النفسي. يعني هو شيئ النفس اللي هي شيء مجرد، شيئ إلى شيء وحمل بعض منه معه وترك البعض الآخر في وطنه. وتركت بعضي في ملاذي لا إذا، خوفا علي من احتمال لا رجوع إلى ظلالك. وهي يذكرنا طبعا بحركة جلجامش، وهي حركة البحث عن عشبة دلمون، البحث عن الحياة الأفضل، البحث عن المأمن. لكن هو جلجامش معاصر، جلجامش لا يتوقع العودة، لذلك يقول خوفا علي من احتمال لا رجوع إلى ظلالك. فالطريق طبعا ظلالك هنا تحول المعشوقة، قد تكون الحبيبة وقد تكون الوطن
قد تكون طبعا المكان الحميم، تحولت إلى شجرة بدلالة الظلال. فطريق معبد بالجمر، إذن يتحول الطريق هنا إلى جحيم بدلالة الجمر. ولاحظ أنه طريق الغربة، طريق قاسي وطريق وعر. ترقبه الظباء، هنا استخدم استعارة تصريحية بمعنى أخفى الأعداء المتربصين اللي هم المستعار له، وأظهر المستعار منه اللي هم الظباء. والظباء هذه الصورة المكتنزة بالذاكرة الإنسانية الجمعية، بالغدر، بالفتك، بالشراسة، عدم الرحمة، عدم العدالة. وما تبقى من سلالة أخوة الصديق يوسف هنا يستدعي الذاكرة أيضا العقائدية، الذاكرة الدينية. ونحن نعرف أخوة يوسف، ونحن نعرف دلالة أخوة يوسف، الحقد، الضغينة، القتل النفسي والجسدي، كل تفاصيل هذه حملها من خلال أخوة الصديق يوسف. هذه كلها الصيغة اللي وضعها بين قوسين، طبعا القصيدة كاملة في خانة الوصف، تدخل في إطار الاستعارة التصريحية. يعني هو أخفى أن الأخوة الزائفة في هذا الطريق المعبد بالجمر، واستبدله بأخوة الصديق يوسف. والذئاب الغادرة، عودة أخرى إلى استعارة تصريحية أخرى، وهو أن حول أعداء الطريق، رفاق الطريق، إلى ذئاب. ولكن أي نوع من الذئاب؟ هو يقول الذئاب الغادرة. لا تتوقع أي دلالة أخرى غير عدا زائدا البشاعة، زائدا الغدر المؤكد. طبعا القصيدة طويلة، ولكن أتوقف عند الشذرة الذي يقول فيها: وعرفت أن جميع آلهة المدينة والدعاة إلى الصلاة سماسرة. لاحظ هو هنا يستخدم صورة تشبيهية مباشرة، يعني جميع آلهة المدينة والدعاة إلى الصلاة سماسرة، يعني أنت عندك مشبهين ومشبه به واحد، وهذه ما نسميه مشبه، يعني أكثر من مشبه ومشبه به واحد. وهو في إدانة واضحة وفي تكريس كامل لخيبة الأمل، لتكريس واضح لإنقلاب الموازين وخلط الأوراق. والقائمين بأمر أرغفة الجياع العاطلين عن المسرة والأمان أباطرة، هي أيضا صورة تشبيهية أخرى، وأيضا في إطار تكثيف أفق انقلاب الموازين، وفي إطار أيضا تكثيف الإحساس العارم بالاغتراب النفسي. وهنا الاغتراب النفسي عن المكان الحميم، يعني هو يشير إلى الحلم الذي تحول كابوسا في هذه القصيدة. طبعا القصيدة تبدأ بعنوان: عيناي نائمتان لكن النوافذ ساهرة. لاحظ عيناي نائمتان هي طبعا تقريرية، لكن هي ليست تقريرية، يعني هو من ينام هو العقل، وليست العيون تكون مغلقة، لكن هو قال عيناي نائمتان لكن النوافذ ساهرة. هنا أيضا استعارة مكنية، والاستعارة المكنية هنا تعني الترقب، تعني الحيرة، تعني اليقظة الكاملة، تعني الأمل، ولكن أمل يعني الأفق غائم، لكن الأفق غائم. القصيدة جدا جميلة، وأنا أدعوكم لقراءة شعر هذا الشعر المتميز. وإذا كانت عندكم أي تساؤلات عن القضايا النقدية أو قضايا بلاغية، أنا يسرني أن أتلقى أسئلتكم في خانة الوصف. وإذا كانت عندكم أي مقترحات لدراسة أي شاعر وأي شعر وأي قضية نقدية، اكتبوا لي بخانة التعليقات، وألقاكم بحلقة قادمة إن شاء الله. تحياتي، وأرجوكم أن تتابعوني في حلقاتنا المتسلسلة اللي بعنوان تسالي ثقافية زمن الكورونا. تحياتي، وخليكم بصحة وسلامة. مع السلامة.